اش غنقول لك بنتي؟ الله يهديهم. هذا اللي غنقول لك، اما والدي هما مشاورينش معاهم على التهراس، الدري كيضل خارج ما كيعرفوا والدي فين مشى. نطلبوا منهم الله يهديهم ويبعدوا علينا على المركوب ويخليوا لنا بلادنا نقيه وزينه، طاويسات دخلوا زوينين يبقاو زوينين. السبب شنو نقول لك؟ بعدا التربيه هي اول حاجه، ما مربينش مزيان. وثاني حاجه شنو نقول لك؟ المجتمع، عشان المجتمع كابن في واحد البيئه اللي هي خايبه، فهمتي؟ اولا هذا السلوك كنعتبره انا سلوك طائش، لان هذا وسائل النقل كيستافد منها هاد الاشخاص ولا هاد الناس اللي داروا هاد اللي تصرفوا هاد التصرف هذا. اولا بالدرجه الاولى هما اللي كيستافدوا منها، وكيستافدوا منها العموم ديال الناس. ثانيا ان بالنسبه الى تصرفنا هاد التصرف كنعبر على واحد المستوى متدني من الاخلاق ومن السلوك ومن يعني من مجموعه من التصرفات. الصراحه الله يهديهم، لانه الطوبيس ملك عمومي يعني كي المصلحة للجميع. الطوبيس ما دار لهم حتى شي حاجة باش يهرسوه، خصهم يلقاو حلول للمشاكل الخاصة ديالهم وما يفرغوهاش في الطوبيس. والبلي بار ديالهم دري ولاد أحياء شعبيين، يعني بنادم ما عنده ما يدار يبان ليه طوبيس يهرسوه، راك عارف. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.